تعرضت بلدة كفاروما اليوم لعدة غارات من قبل الطيران الروسي وطيران الاحتلال النظام. عدد الغارات كانت من 8 غارات لـ10 غارات، خلفت هذه الغارات شهيدين وعدة إصابات في صفوف المدنيين. طبعا الاستهداف كان حصريا للمدنيين، الغاية من الاستهداف هو تهجير المدنيين، النزوح، دفع الأهالي إلى النزوح إلى المخيمات. ونحن بإذن الله منقل لبشار الأسد وللاحتلال الروسي أنه نحن هون صامدون وما منموت إلا تحت، ونحن ببيوتنا ما منطلع برا بيوتنا، وبإذن الله صامدون.